طيب جميل جدا. بعد ما شفنا نتائج اول صفحة ويب عنا، هلا رح نكمل، حنقول h2، حنادي على تاج اسمه h2، نقول له هلو. في شغله بس بدنا ناخذها، اللي هي انه انا دائما لازم اعمل سيف، ولازم دائما اي تغيير بيحصل عندي على الصفحه لازم اجي لهون واقول له تحديث لحتى ياخذ التعديل الجديد. تمام. في عنا اضافه جميله جدا بالفيجوال ستوديو كود اسمها لايف سيرفر. هي الاضافه شو شغلتها؟ شغلتها سيرفر بيشتغل عندي انا على الويندوز، بيقوم تنصت على الصفحه هي اللي عندي انا، تمام؟ واي تغيير انا بعد ما اعمل سيف، اي تغيير جديد تلقائيا بيعمل تحديث بصفحه الويب بدون ما انا اروح اقول له تحديث كل مره. تمام جميل جدا. كيف بعمل هاي الاضافه؟ كيف بدي انصبها؟ بيجي لهون، هاي المربعات اللي عندي هون الاكستنشنز اللي هي الاضافات، او كنترول شيفت اكس بضغط عليها، ببحث على الاضافه اللي عندي اسمها لايف، الاضافه اللي بدنا اياها اسمها لايف، هاي اول وحده عليها تقريبا 39 مليون، بقول له انستول تنصيب، استنى عليها شوي، نصبت خلصت، كثير خفيفه هي، بس شوف ان انستول معناتها الغاء التثبيت، احنا ما حنلغيها. تمام. هلا كيف بدي اشوفها انها اشتغلت؟ طيب بضغط زر يمين بقول له اوبن ويز لايف سيرفر، هاي لايف سيرفر، او هون عندي، هون عندي في شيء اسمه جو لايف، هاي جديده طلعت معي بعد ما نصبناها لايف سيرفر، بضغط عليها. لاحظ عندي هون، خلينا نرجع هون، خلينا بس نظبط الويب عنا الصفحه، خلينا نحطها هيك هيك باليمين، نحط هون الكود عنا على اليسار، نسكر هي شوي، نشوف عنا شو حيصير. لاحظوا حتى اليو ار ال هون اتغير، صار عندي هون بهذا الشكل، هون عندي شغال معناتها السيرفر. طيب هلا حنطبق اللايف سيرفر على الدرس اللي بعده نشوفه كيف عم يشتغل.